يمكن تعريف الأغنية على أنها مقطوعة صوتية قصيرة تتكون من مجموعة أجزاء موسيقية مترافقة مع أصوات المغنين، وتكون كلمات الغناء عادة من الشعر والقصائد على اختلاف الموضوعات التي تتناولها، ويمكن أن تكون كلماتها باللغة العربية الفصحى أو باللهجة العامية. وسؤالنا لليوم: هل الأغاني تبطل الصيام أم لا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى حكم سماع الأغاني في الإسلام، فقد أجمع كثير من الفقهاء من أهل العلم على تحريم سماع الأغاني والمعازف، مستندين في ذلك إلى تفسير عبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. فقد فسر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لهو الحديث على أنه الغناء. وعلى الرغم من تحريم سماع الغناء والآلات الموسيقية، وذلك بإجماع الفقهاء والسلف ومنهم الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي، ولكن لا يعتبر سماع الأغاني من مبطلات الصيام، لأن مبطلات الصيام محصورة في سبعة أمور يجب على الصائم تجنبها، لذلك لا يعتبر سماع الأغاني من مبطلات الصيام. وعندما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هل الأغاني تبطل الصيام أم لا، كان الجواب: سماع الأغاني محرم وفيه إثم كبير، لكنه لا يبطل الصيام بل ينقص من ثواب الصائم، فالأفضل أن يبتعد المسلم عن كل ما ينقص من أجر صيامه ويذهب ثوابه، وأن يتقي الله تعالى ويبتعد عما حرم الله وخاصة أثناء الصيام. والله أعلم.